مشاهدينا الكرام متابعي قناة ليبيا الحدث، وصلنا معاكم اليوم في متابعة جديدة. اليوم نحن متواجدين داخل إذاعة سرت المحلية، واللي متواجد فيها مقر إذاعة رعد التابع للتوجيه المعنوي. اليوم حنشوف الأجواء داخل إذاعة سرت، وحنتابعوا أجواء الإعلاميين وكيفية سير العمل داخل هذه الإذاعة. خلوكم في المتابعة. معرفهم ودينهم وأخلاقهم ووطنهم كانت لابد من الموت بعفاريت. وسالم كيف ما تعلموا رجل من رجال هذا الوطن اللي أعطوا كل شيء لليبيا حتى وبجيش البطل وبناس الطيبة اللي بيديروا هذه البلاد الطيبة. فكان شهداء على أرض هذا الوطن، فالوطن غالي ولابد أن نموت من أجله ولابد أن ندافع. ما زلنا مستمرين في متابعتنا في راديو سرت المحلي، والآن نلتقي مع الأستاذ بشير الدبار، معد ومقدم برامج في راديو سرت. أستاذ بشير، أول شيء رحب بك. أهلا وسهلا بك أخينا، وشكرا لتواصل قناة الحدث مع كل يعني معظم الإعلاميين، بداية من إذاعة الجميع، إذاعة سرت المحلية. مشكور استاذ. حدثنا لطبيعة العمل داخل إذاعة سرت، كيف طبيعة عملكم أثناء سيطرة الإرهابيين على المدينة، إرهابيين تنظيم داعش؟ بداية الإذاعة، إذاعة سرت المحلية، هي إذاعة كل أهلنا، كل أهلنا الليبيين. ونعم، وأهلنا دائما مستمعين للإذاعة، وكل الأخبار ينتظروا في إذاعتها، بحيث أن يتم تقديم الأخبار إليها. أيضا المساحات سواء كانت المسجلة أو المباشرة اللي تختص بتقديم آخر المعلومات أو الصعوبات اللي تواجه تقديم الخدمات لأهلنا في مدينة سرت. خلال فترة الحركة الإرهابية لداعش كانت الإذاعة تحت سيطرتهم، ويقدموا في مساحاتهم الغريبة جدا. معظم الأخبار اللي قدموا فيها هي أخبار من العراق، أهلنا ينتظروا في شنو مستجدات المدينة، شنو حالنا في هذه المدينة. هم معظم الأخبار تأتيهم من خارج البلاد، من خارج البلاد، للمدعو البغدادي عمل كذا قال كذا. هذه إذاعة محلية، فكيف الآن تم يسيطروا ويوجهوها وفق أفكارهم الغريبة. فكل أهلنا ابتعدوا عن المدينة وابتعدوا عن إذاعتهم، إلى أن تم تحرير مدينة سرت وعودة كل أهلنا. أيضا أول سؤال للناس بعد ما توفرت الخدمات، بداية من المياه إلى الكهرباء إلى الصحة، خاصة المستشفى ابن سينا، وين إذاعتنا؟ نبغى نسمع آخر أخبار أبنائنا اللي قدموا في الخدمات المختلفة لنا في المدينة. ومن هنا بدينا أن كل أخوتي الإعلاميين، الفنيين، إدارة الإذاعة، كل مجهوداتها لتتلاحم مع أهلنا من جديد ولإيصال المعلومة من المصدر. ولما يتم إيصال المعلومة من المصدر، كل أهلنا يطمئنوا أن هذه المعلومة الصحيحة أكيدة، هي المعلومة الأكيدة. نعم، لو حدثنا أكثر المواطنين في مدينة بنغازي وفي مدينة الجدابي وفي مدينة درنا عانوا أيضا من سيطرة الإرهابيين على المدن، ولكن سيطرة داعش على مدينة سرت كان الأمر غريب، وكانت الفترة طويلة على سيطرة الإرهابيين على مدينة. أكيد في مواقف مرن عليك أنت داخل مدينة سرت أو مع باقي الإعلاميين في مدينة سرت، لو حدثنا عن هذه المواقف وأيضا عن هذه الأمور. معظم الإعلاميين داخل مدينة سرت هاجروا المدينة، لأن اللي اتضح منهم أن لا يمكن أن تعمل كإعلامي وفق المهنة الإعلامية، إنما كأمر ونفذ الأمر، حتى وإن كان الكلام اللي مطلوب كلام غريب جدا وكلام لا يدخل حتى العقل. وهم سيطروا بشكل تام، يعني منفذيهم من أنفسهم، كل من يقدموا في الأخبار من أنفسهم، وأصبحت الإذاعة تعمل وكأنها عارف الأشرطة اللي نسمو فيها احنا أشرطة الكيس القديمة جدا، اللي لما تنتهي تعود من جديد. فأصبحت الإذاعة
الإذاعة تعمل بعد انتهاء المساحة تعود من جديد بنفس المعلومات ونفس الأخبار، أي أن شريط يعيد نفسه من بدون فائدة، بدون معلومات هدفها فقط إرضاخ الجميع والاستماع إلى أمر الأمير وإرهابه. من هو الأمير؟ الله أعلم. ولابد أن تستمع، وأيضا إياك ثم إياك أن تناقش أو تحاول، نفذ على طول يعني بالفعل كيف ما قالوا هلنا زمان، يقول لك صم بكم هم عم، فهم علينا أن نبقى هكذا صم بكم عم، يعني أعمياء لا يمكن أن نناقش وتحاور. اسمع وعاود ما نقوله إليك إن شاء الله. لذلك معظم أهلنا غادروا مدينتهم بسرعة وعاودوا للمدينة والتحموا أهلنا لبناء المدينة وإعمارها من جديد. عشتوا فترة داعش وعشتوا فترة الميليشيات وعشتوا الآن فترة سيطرة القوات المسلحة على المدينة وتأمينها تأمين كامل. شنو شعوركم وكيف كانت المرحلة اللي فاتت، وشن تختلف المرحلة اللي فاتت على المرحلة الحالية من ناحية حرية الإعلام وكيف أنت تقول كلمتك وكيف تنتقد المسؤول نقد بناء وكيف أنت صوتك يوصل للمواطنين؟ لاحظوا أهلنا كثيرا يعني كشيء واضح أن الآن الإذاعة بالفعل كيف ما متعودين عليها، كيف ردت من جديد، كيف ما هم كانوا يعرفوا أبنائهم الإعلاميين في الإذاعة يعملوا من خلال تواصلنا بدون أي قيود مع كل الجهات التنفيذية، بخلال أن عندنا إمكانية أن نطرح كل استفسارات المواطنين بكل أمن وبكل حرية بدون أي قيود. لا هذه النقطة التي تتحدث عنها أيضا، الناس شعرت بالفعل بالأمن والأمان لما تذهب لكل يعني المدينة ضواحي المدينة بإمكاني أن أتواصل مع كل أقاربي وكل أصدقائي كل معارفي في أمن وأمان. أيضا بإمكاني أن نذهب إلى أي جهة تقدم خدماتها للاستفسار لتقديم الملاحظة، ويجد كل أبنائهم في أماكن عملهم. في مرت فترة أحيانا لما يذهب لا يجد إلا موظفة واثنين فقط، أين الآخرين؟ لا تسأل، الله أعلم وين اللي غادر غادر واللي موجود، وهذه إمكانية العمل فقط. الآن بالفعل متواجدين يقدموا في عملهم وفق الإمكانيات اللي الآن موجودة لديهم، لكن الناس اطمئنوا أن أبنائنا موجودين وفي تواصل ما بيننا وما بينهم، واللي قدم في العمل لنا هذا أحد أبنائنا مش غريب عنا، فهذه بالفعل شعر من الطمأنينة والله الحمد. ننتقل أيضا لمحور آخر، محور المرتبات، ودائما نحن نعلم أن الإعلاميين مهمشين ماديا. أكيد أنتم كإعلاميين في مدينة سرت وفي إذاعة سرت في انقطاع المرتبات من فترة طويلة، كيف تخدموا في مدينة سرت؟ كيف تأخذوا في راتبكم؟ كيف تمشوا في أموركم مادية؟ إحنا الآن بالفعل هو يعني موضوع المرتبات موضوع واضح للجميع، لأن الجميع يعاني من يعني نفس النقطة، تأخر المرتبات تعودنا عليها أمر مزعج ورغم منها، ولكن تعودنا لأن رأينا أن الجميع في نفس الحالة فتحملنا. والجميل الشيء المفرح والمطمئن لكل أهلنا أن أصبحنا نتعامل مع بعض والراعي في وضع بعضنا البعض. أي شخص لما يذهب إلى أي محل أو أي جهة بإمكانه أن ينتظر، بإمكانه بدون تقديم المبلغ بإمكانه أن نقدم له أي مستند مالي يقبله، وحتى ولو بعد فترة يعني أصبح هناك روح التعاون والتعامل وراضيين بهذا الوضع إلى أن يتم التغيير بشكل عام. للأمانة إحنا لدينا عدد من الإعلاميين إلى الآن لم يتقاضى مرتباتهم، ومع ذلك عدد منهم صابرين. أكيد يأثر في الشغل شيء واضح، خاصة في جانب الإعلامي. نحن دورنا نوصل صوت الإعلاميين مش مواطنين بس، فنحن بنوصل صوت الإعلاميين للحكومة عشان يأخذوا مرتباتهم ويعرفوا كيف يشتغلوا ووصلوا صوت الشارع. وأنت عارف الإعلام يساعد في بناء البلاد، يعني بدون إعلام مستحيل تنهض البلاد. نعم، وهذه أرمى. ومع ذلك عدد من الإخوة سواء الفنيين أو الإعلاميين متحملين هذا الجانب ويؤدوا في دورهم، لأن الشيء لما يصبح مش علي أنا فقط إنما على عدد أيضا آخر الجميع. على الجميع
إذن إحنا في كيف ما يقولوا يعني هلنا في ولكن سواسية في 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 هذه الأزمة، فلا بد أن أدي عملي. والميزة الأخرى فينا أنا لما أدي عملي من أجل أهلي ومن أجل ناسي من أجل بلادي، فلا بد إن شاء الله أزرق أن نصبر ونتحمل على هذا إن شاء الله يعني. مشكور مشكور بارك الله. النقطة المهمة جدا وهي دائما تواصل أهلنا معنا عندما يأتوا إلى إدارة الإذاعة وتقديم ملاحظاتهم سواء على الجهات اللي تقدم خدماتها أو الاستفسار حول بعض الملاحظات. هنا دعم للإذاعة في أنها الإذاعة تتواصل مع الجهات وتقدم ملاحظات الناس، وأيضا شنو ملاحظات الجهات الخدمية، هل عندها ملاحظات على المواطنين، هل لديها ملاحظات على المواطنين، هل أيضا مهم جدا تعامل المواطنين، هل استقبال ملاحظات المواطنين كيف يتم توضيحها والرد عليه. نعم إن شاء الله ربي يوفقكم، وكان حديث شيق معاك، وإن شاء الله ربي يوفقك أستاذنا. من جديد نشكر كل الوسائل الإعلامية بداية من قناة الجميع، قناة الحدث اللي تابع فيها عدد كبير من أهلنا، خاصة يعني كلنا الليبيين بتواصلكم معنا بتواصلكم مع كل أهلنا لتبقى الصورة واضحة والوضع واضح لدى الجميع. إن شاء الله موفق، إن شاء الله بارك الله فيك. أشكر مشاهدينا الكرام، شفنا الوضع الإعلامي في إذاعة سرت وفي مدينة سرت الوضع الإعلامي، ناقشنا أيضا الوضع قبل سيطرة القوات المسلحة على المدينة وأثناء سيطرة القوات المسلحة على المدينة، شفنا حرية الصحافة في المدينة، النقد البناء داخل إذاعة سرت وجميع الإعلاميين في إذاعة سرت، أيضا شفنا الوضع المادي للإعلاميين في مدينة سرت كيف يتقاضوا في مرتباتهم مع الكوادر الفنية والإعلامية داخل هذه الإذاعة. ننتقل معكم الآن إلى راديو رعد المعروف والتابع للتوجيه المعنوي والذي يقيم عليه الأستاذ ناصر الحاسي، وليقدم في برامج عديدة من ضمن هذه البرامج برنامج قصص الأبطال. حنشاهد ونتابع مع أستاذ ناصر الحاسي كيفية سير العمل داخل راديو رعد في إذاعة سرت المحلية. خلوكم في المتابعة. وقيادتنا وناسنا الطيبة بدعاء عزيزنا وشيابنا وب أعمال هؤلاء الأبطال أشروا في تراب ليبيا، بل كانوا المقاتلين في من الطراز الأول وفي الصفوف الأولى، احترموا قيادتهم واحترموا شغل في شهر رمضان الكريم، فكانت المحاسن نسأل الله أن يجعلهم هذا الشهيد هذه الدنيا. وكان من كرامات الله النوع الأول أو الأول هي معركة الوطن اللي مستمرين فيها وماتوا من أجل هؤلاء الشهداء وهم موجودين على الأرض شهداء. وكان النوع الآخر في هذه المعركة أو الجزء الثاني في هذه المعركة هو أن خاضوا كل الأبطال هذه المعركة حتى ينقضوا جثمين أصدقائهم الشهداء وما يخلوا العدو يأخذ هذه الجثمين، بل الموت دون الوطن والموت دون الرفاق كان عنوان كبير في ذلك اليوم. ومات الكثير وما رضوا الإهانة لرفاقهم ولتراب الوطن. سقط الرجال، يسقط الرجل تلو الرجل حتى يتم إنقاذ الوطن وإنقاذ شرفاء الوطن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى داخل راديو رعد وحاليا متواجدين مع السيد ناصر الحاسي مدير راديو رعد والمشرف على سير العمل داخل إذاعة سرت. أستاذ ناصر، أو شيء رحب بك. مرحبتين بك، أهلا وسهلا بك وبقناة الحدث في مدينة سرت. أستاذ ناصر، لو حدثنا لطبيعة العمل داخل إذاعة رعد في مدينة سرت، كيف هي طبيعة العمل داخل هذه الإذاعة العريقة؟ نعم، أولاً نرحب بكل المشاهدين لقناة الحدث ولكل أهل الوطن بأن على هذا العمل اللي بنقوم به. نحن طبعاً بتعليمات من سيدي القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أوامر لإدارة التوجيه المعنوي، ومن ثم إدارة التوجيه المعنوي تم تكليفي أنا وزملائي الرائد حوا سليماني، الرئيس عرفة وحدة، أنور بخيط، محمد مبيا، جمال الباز، عز الدين
المقصبي، حسين السعيطي شارك معنا أيضا بهذا المجموعة، وهي مجموعة راديو رعد اللي كانت في مدينة بنغازي، بأن نتوجه إلى مدينة سرت ونساند أخوتنا في إذاعة سرت المسموعة لنواكب هذا الأحداث ونحاول نرفع المعنويات للعسكري وللمدني داخل مدينة سرت. فكان العمل كبير طبعا، جينا هنا من حوالي 3 أسابيع لمدينة سرت، والتحمنا بمكتب بفرع إدارة التوجيه المعنوي اللي بيقود النقيب محمد القذافي داخل مدينة سرت، ومن ثم انتقلنا لراديو سرت إذاعة سرت، وجلسنا مع بعضنا ووضعنا خطة عمل تكون توافقية ما بين القوات المسلحة وما بين العمل المسموع المدني. انت تعرف طبعا الراديوات بيتسمعوا فيهن العزيز والشياب وبناتنا والناس اللي في السيارات، أكثر استماع، أكثر استماع، لأن الراديو هو اللي بيوصل الرسالة الفورية وبيوصل تعامله معنا. جينا فيه برامج كثيرة، برامج دينية، برامج تثقيفية، برنامج توعوية، برامج مخصصة بأشياء معينة، فتجد الكل بيتابع هذه البرامج. فجلسنا احنا والاستاذ محمد الحقيقة مقصر البرنامج، مقصر معنا مدير الراديو، ووضعنا خطة عسكرية مدنية لسير أعمال عسكرية نشرف عليها طبعا احنا بتكليف من إدارة التوجيه المعنوي، والبرامج المدنية اللي بتخص شر أخوتنا المذيعين والإعلاميين من راديو سرت. فوضعنا خطة بأن جعلنا المساحة الصباحية أن تكون للمدنيين ولراديو سرت، ونحن نبدو على تمام الساعة 11 كل يوم، فترة الفترة الظهرية اللي ما بين 11 إلى الساعة 1:30، هذه تكون يومية تغطيات عسكرية، رفع معنويات، نشر التوجيهات العسكرية، نشر التعليمات من غرفة العمليات الأمنية داخل مدينة سرت، من غرفة عمليات الكرامة، فتحنا الأبواب لكل المستمعين بالتواصل معنا، الشكوى لأي سلبيات نحن نقبل أي شيء. لذلك هو خطاب حر، منبر حر للقوات المسلحة اللي بنتواصلوا به عبر المواطنين. ومن ثم بعد الساعة 1:30 أعطينا المساحة للفترة الإعلامية المدنية، وندخل ضفنا فقط برنامج، وهو برنامج قصص الأبطال. برنامج قصص الأبطال طبعا يعرف الجميع، يواصلوا معه الجميع في مدينة البيضاء، برنامج مميز، مميز هذا البرنامج، لأنه بيتحدث عن ملاحم الأبطال داخل المحاور، بيتحدث عن قصص الأبطال، كيف استشهدوا، كيف كان الشهيد، كيف كانت وصيته، كيف كانت تلك اللحظات الأخيرة، يعطي واعز قصص الاغتيالات، قصص الاغتيالات أيضا ما تبعدناش عليه، خذينا قصة، بدينا البرنامج بقصص الاغتيالات، نبين ربما المستمع في مدينة سرت أو في هذه المناطق اللي بتسمع هذا الأثير ما عندهاش دراية بعملية الكرامة كيف قامت وشن أسبابها، ما عندهاش دراية كيف تم اغتيال الرجال وكيف تم قتل الضباط وضباط الصف والجنود والإعلاميين والمشايخ والقضاء كل جل من تعرض لعملية الاغتيال بدم بارد. ففتحنا الأبواب، كان أول يوم تحدثنا عن قصة الشهيد عادل الطواحني اللي تم قتله أمام أولاده وقدام بنته، فكانت الله يرحمه ويسامحه، كانت قصة مؤلمة جدا، أثارت في الشارع السرتاوي وفي البيت السرتاوي الإعجاب واللهفة بمتابعة هذا البرنامج. طبعا نحن رقيقين عزوم كيف ما يقولوا، الدمعة بتسقط الكلمات، لأن هذوما رفاقانا والوطن تعرض للأذى من هؤلاء المجرمين. فكانت كل الحكايات اللي بنرويها والقصص اللي بنرويها هي تبين رمزية الدفاع عن الوطن والموت من أجل الوطن ومن أجل التراب. القضية ما هي قضية فلوس ولا قضية بترول ولا قضية أنا شن نكسب ولا شن نقعد، هي قضية تراب اللي بنعيشوا فيه أستاذ أحمد، اللي بيعيشوا فيه أولادنا وعاشوا فيه أجدادنا. نحن أحفاد المجاهدين المقاتلين اللي دافعوا على الوطن بأم حريبة وبالخبز اليابسة وكالم للقمح والشعير وبرقادة الريح، كملنا مشوار مرحلة الأجداد. فكان برنامج قصص الأبطال اخترنا له الزمن ما بين الساعة 5 في المساء إلى الساعة 7 كيف ما كنا نبثوا فيه في مدينة بنغازي، هذه الفترة اللي بيكون فيها جل المواطنين في الاستماع في سياراتهم، في المحلات، في البيوت أيضا.
ثاني يوم أو ثالث يوم لما درنا جولة داخل مدينة سرت وخاصة في مستشفى سرت، فتواجهنا نحن والمواطنين بأنهم خذينا رأي الشارع، عجبتهم هذه الفكرة وعجبهم هذا البرنامج، وقالوا فعلا نحن كانت غايبة علينا قصص واجدة. صارت عملية الكرامة كيف قامت، عملية الكرامة ما هي أسبابها، ربما كثير كان حسب الأجندة اللي في الغرب الليبي ومن الميليشيات والمجرمين كانوا يعطوا في فكرة بأن هذا جيش تابع لفلان وهذا جيش جاي بيدمر وبيحتل وبيكرسي بقصص كيف ذينا. نحن وضحنا لهم لماذا قامت القوات المسلحة بعملية يوم 16/5/2014، لماذا سندتها القبائل، ما جتش من فراغ، جت على دماء 750 شهيد قدموا لهذا الوطن لقتلوا بدم بارد بالاغتيالات بالذبح بقطع الرؤوس بالتلغيم بالتفجير بأشياء كثيرة. فلذلك كانت قضيتنا هي قضية ليبيا وقضية الوطن وقضية دماء الشهداء اللي ما بتريح هباء. ومن ثم جعلنا باقي المساحة مفتوحة للإعلام المدني في داخل راديو سرت الحقيقة اللي ما قصروا معانا، وكان الشغل يعني كبير جدا. وبعدين قسمنا الشغل ما بيننا وبين رفاقنا، ان طبعا انت عارف مدينة بنغازي مسافتها على مدينة سرت، وكانت تلبية النداء هي ان نكون اوفياء لدماء الشهداء وان نكون نواكب دور القوات المسلحة ونواكب العمل اللي بتقوم به القوات المسلحة. أستاذ ناصر، أكيد في أطقم من الإعلاميين في مدينة سرت شاركوا معاكم ووقفوا معاكم وقفة جدية، يعني شوف فيهم شباب ما شاء الله تبارك أكيد. الله أكيد. وأكيد في مشاكل واجهة الأطقم هذين، ممكن أكيد في عندك أنت قصة مرة عليك، يعني لو حدثت عن هذه القصص نحن ديما الإعلاميين نتضامنوا مع بعضنا أكيد. وديما حق الإعلاميين مهضوم. أول حاجة نشكرك على السؤال اللي بيفتح أبواب كثيرة، ربما حتى المستمعين عبر قناة ليبيا الحدث بيتابعوا قناة ليبيا الحدث. الحقيقة أنا لما جيت لمدينة سرت ولما بدينا في مباشرتنا في العمل في راديو سرت اكتشفنا أن كل الموظفين في هذه الإذاعة لا يمتلكوا مرتبات، يعني هذا شيء أزعجني وزعلني، يعني أقل حاجة لهم 13 شهر ما تقضوش مرتبات الناس اللي مدينة بالعقود. فاليوم لما نجي بنشغل هذا الموظف اللي بيجي على رجليه من بيته في منطقة في سرت من مكان بعيد وبيجي لعند الراديو اليوم بيشحت 5 جنيه من جارة بكرة، يعني الإعلام توه في المنطقة في عند الأعداء وعند الطرف الآخر صرفت الأموال الكثيرة جدا على الإعلام حتى نجحوا في إعلامه، وهذه حقيقة لابد أن تقال، نجحوا في إعلامهم بإثارة الفتن بإثارة تشتيت الأمور بأشياء كثيرة لأن صرفت أموال. وأنت تعرف أستاذ أحمد الإعلام مال، هو لابد من كل ما تدخل من تمويل قوي. لابد من تمويل كبير حتى ينجح. توجهنا إلى غرفة العمليات الأمنية داخل مدينة سرت، مشكور سيادة العميد صالح المغربي وقف معنا وصرف من الحقيقة جزئية من التموين ومن المياه ومن أشياء كثيرة ومن القهوة ومن حاجة هذينا. لكن أني أنا نبقى في إعلام وأن ما فيش مرتبات للموظفين صعبة حتى هو مش هيقدر يعطيك، أنت بروحك لو ما عندكش مرتب مش هتقدر تعطي، يعني قديش بتصرف من جيبك ولا قديش. يعني إحنا قدام هيئة الإعلام، يعني أنا مع احترامي لهيئة الإعلام وللسيد حاتم العريبي ولكل أصحابنا وكل مناسنا، لكن لابد أن تقال كلمة الحق. فكيف بينجح إعلامنا ونحن بنواكب معركة يا أستاذ أحمد، بنحارب إرهاب وبنحارب غزو من خارج ليبيا وبنحارب. فياريت رسالتي تتوجه عبر منبركم إلى سيدي القائد العام للقوات المسلحة للمسؤولين في الإعلام، الإعلام لابد من ضخ أموال وميزانية خاصة للإعلام بكل المسميات، الإعلام العسكري، الإعلام المدني، إعلام إدارة التوجيه، إعلام كل الجهات، حتى نستطيع أن نظهر بعمل رائع وبعمل ممتاز. نحن لدينا مقاتلين في جبهات القتال يحتاجوا إلى توجيه بالإعلام، لدينا لدعم، لدينا مناطق، نحن في المناطق المتقدمة، مناطق في خلف مدينة سرت، جوار مدينة سرت، لابد أن يسمعوا البرامج العسكرية. يعني حرام أننا بنروي قصص الأبطال وبنصرف ساعتين من وقتي كل يوم بنتحدث على داخل مدينة سرت، الحوار والحديث بيكون داخل مدينة سرت. أنا أتمنى الحوار ونشرة الأخبار والتغطيات أن يسمح أكثر من مدينة في وطننا الغالي. فأنا رسالتي اليوم عبر هذا المنبر، وحقيقة كل ما أصحابي ما يزعلوش مني، ولكن لابد أن تقال كلمة الحق، لابد من هيئة الإعلام النظر
في هذه الجهات الراديوات اللي موجودة خاصة في مدينة سرت وفي كل المدن. هذا القضية هذه نحن نعانوا فيها حتى في مدينة بنغازي. يعني حنبقوا دائما في نفس الدائرة. نحن حتى في شهر رمضان اللي فات جل الممثلين الفنانين قدموا مسلسلات، قدموا أشياء كثيرة وركنت على جنب لأن ما فيش من يدعم هذه الأشياء، يعني من هيئة الإعلام، وزارة الثقافة، الجهات المسؤولة اللي بتحدث عليها اللي بتخص هذا الموضوع. لابد من سيدي رئيس الوزراء، أنا نحترم هذا الشخص الحقيقة ونحترم دائرة الحكومة في ليبيا ونحترم قيادتنا وناسنا، ولكن لابد ربما يكونوا مغيبين على هذا الشيء. لابد أن يكون اهتمام كامل لهيئة الإعلام بالكامل، الإعلام بصفة عامة في ليبيا، المرئي والمسموع والصحافة والشبكات التواصل الاجتماعي اللي بتخص الدوائر وكل الإعلام سواء العسكري أو المدني. إن ما ضخيتش عليه مش حيعطيك. أنت تو أستاذ ناصر بارك الله فيك، لولا أنت تتبع توجيه معنوي وأنا نتبع قناة ليبيا الحدث، يعني نحن أمورنا إن شاء الله طيبة، نأخذ في مرتباتنا بس يعني بعد تشوف زميلة لا يأخذ في راتب ويتبع قطاع الدولة يوجع. يعني حرام أنا نلقى مواطن إعلامي ممتاز وجيد وخامة جيدة وابن وطن يبكي بدمعته على وطنه، بيأدي رسالته لوطنه، فكيف أنا نقصر معه في 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 مرتبات او في شيء؟ نحن ما قلناش اعطوهم كل شهر مرتب، والله اليوم قالوا لي نحن ما نبوش كل شهر مرتب. عند المستحقات، عند المستحقات الحقيقه اللي تقال. فنحن دائما نفتخر حقيقه بقيادتنا اليوم، نفتخر بناس مسؤوليننا وباشياء اللي بتقود هذا الوطن، ولكن برضو نحتاج الى ان يكون الوطن في 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 الدائره الكويسه اللي نستطيع ان نحن نكملوا بها مشوار بلادنا ان شاء الله. استاذ ناصر ان شاء الله تكون يعني رسالتك وصلت، رساله واعره لكن هذه الحقيقه، ان شاء الله تكون الرساله وصلت ان شاء الله. نتمنى من الحكومه ان شاء الله توقف مع الشباب. اذا مشاهدينا الكرام هيك يكون وصلنا لختام حلقتنا داخل راديو رعد وداخل راديو اذاعه سرت. الحقيقه كان نقاش شيق مع الاستاذ ناصر الحاسي مدير راديو رعد بمدينه سرت، وإن شاء الله تكونوا أنتم قد استمتعتم بالمشاهدة، وإن شاء الله تكون رسالتنا وصلت للحكومة بالوقوف مع الإعلاميين في كافة ربوع ليبيا وفي مدينة سرت بشكل خاص، نظرا لأن سرت تواجه مرحلة خاصة، خاصة أنها مدينة في خط النار داخل الخطوط الأمامية للقوات المسلحة. وكان معكم أحمد جمعة، مصوركم أحمد جبرين، وكذلك مساعد مصور أيمن القاسي، ودمتم في أمان الله.